ضمن إطار المهرجان السياحي وحملة أهل بهالطلة يلي بتشهد طرابلس، نظمت لجنة محمية جزر النخل مهرجان طرابلس المينا السياحي بالتعاون مع بلديتي طرابلس والمينا وبمشاركة عدد من الاتحادات الرياضية بلبنان. عندنا جزر محمية جميلة جدا خارج السياحة، نتمنى من وزارة السياحة ووزارة الاقتصاد يديروا شوي بالهم على هالجزر اللي عندنا بلبنان، لانه الحقيقه خصوصا بطرابلس، طرابلس لانه محتاجه لمشاريع كثيره للانماء، وعندنا نحن كثير اشياء بلبنان بطرابلس مثل جزر النخل، محميه جزر النخل، وعندنا الاثار الموجوده بطرابلس، نتمنى انه الدوله شوي تحط مجهودها شوي عندنا بمدينه طرابلس، لانها مدينه جميله واهلها كلها محبين وبيحبوا العالم. هيدا اليوم كتير مهم لأنه بضوي على كنز هو يمكن يعتبر كنز منسي، يلي هو المحميات جزر النخيل اللي لازم نضوي عليها ونستثمر فيها كرمال تنمية اقتصادية لمدينة المينا وطرابلس، وعلى أمل أنه الإعلاميين يضووا على هالكنز هيدا ونسخة متجددة سنة الجاي يكون في نشاط سنوي بنسخ متجددة ومتطورة. نحن كل هدفنا اليوم هو تسليط الضوء على محمية جزر النخل الطبيعية اللي هي من أهم محميات بحرية، وهي أول محمية بلبنان. يعني صار الوقت أنه يصير في مشاريع بيئية سياحية يكون عليها، وهذا بدأ قرار، بدأ سلطة ومال. هالشي متوجه للمعنيين بالدولة أنه يعطوا أمل وفرصة لأهل طرابلس والمينا يصير في استثمار سياحي على الجزيرة ضمن الأطر البيئي، ويصير في حركة اقتصادية كاملة متكاملة. المهرجان ضمن سلسلة من الأنشطة البحرية من سباحة وسباق حسكات، غطس، كرة ماء، وعروض يوغا وأيكيدو، كما أقيم مسرح عائم عرض عليه فقرات فنية وموسيقية وغنائية، واستمر المهرجان حتى ساعات المساء. وعبر الكثير من المشاركين عن إعجابهم بالمهرجان وبخصائص محمية جزر النخل وبمياهها النظيفة وشاطئها يلي بيوازي بجماله أهم جزر العالم، مشددين على ضرورة استثمارها سياحيا بما يساهم بالنهوض الاقتصادي من طرابلس إلى كل لبنان.